بس دي المباراة الأخيرة، ولكن الأهلي والمصري دايما مباراة كبيرة. شايف حضرتك النهارده ازاي؟ يعني أنا شايف النهارده بالشكل بتاع النادي الأهلي، يمكن النادي الأهلي حقق كل اللي هو عايزه في الفترة اللي فاتت. البطولات كلها النادي الأهلي كان بيأدي بشكل كويس، خدوا البطولات كلها، اللي كان اللعيبة والجماهير والإعلام وكل الأهلاوية كانوا مبسوطين، وهو في النهاية اللعيبة ريحت الجماهير وبقى في استقرار وبقى في تفكير بقى في المستقبل بقى يعني أكتر من الفترة اللي فاتت. النادي الاهلي المباراه الاخيره يمكن ما كسبش او ما حققش فيها المكسب، ان اللعيبه وصلت لمرحله خلاص انا استريحت، انا حققت اللي هو اللي عايزاه الجماهير، عايزاه الاداره، اللعيبه ذات نفسهم. فانا شايف الوضع كمان بالتغييرات اللي بتحصل دي فرصه للعيبه ان هي ما خدتش الفرصه اثناء البطولات، فدي فرصه ان انت تجرب اللعيبه عشان تستقر، عشان تأيد، عشان تخلي اللعيبه تستمر معاك، او اللعيبه اللي هتعملها اعاره، او اللي حتى يعني اللعيبه اللي ممكن تمشي خارج النادي الاهلي. ولكن في النهايه يمكن من افضل المواسم للنادي الاهلي لعبها السنه دي، يعني على مستوى الافريقي، على مستوى كاس العالم للانديه، على مستوى الدوري العام، النادي الاهلي حقق السنه دي انجازات كبيره جدا. فيعني من الطبيعي واللي عمله مستر كولر ان النادي الاهلي في الفتره دي يشوف اللعيبه اللي هي قاعده على الدكه بقى لها فتره، اللي ما خدتش فرصه اللعب، توظيف اللعيبه، الثقه بتاعه اللعيبه. ويعني انا شايف يعني الاستقرار الاداري والفني الاثنين ماشيين في يعني ايجابيه في الاداء، الاثنين بيعاونوا بعض بشكل كويس جدا، الافكار بتولد الاستقرار، بتولد اللعيبه بتأدي بشكل كويس، مفيش ضغوط على اللعيبه. انا شايف النادي الاهلي يمكن من افضل المواسم، يمكن كنا بنتكلم على مستر جوزيه في فترات يعني ما فيش كان بعد كده. السنه دي النادي الاهلي بيكرر نفس الاداء، نفس الافكار، نفس الاستقرار والطموحات بتاعت اللعيبه وبتاعت الاداره، وطبعا الجماهير طبعا بتاعت النادي الاهلي وهي جماهير الزمالك، دولت جماهير عظيمه هي اللي مسندهم بشكل كويس جدا.